tira tara كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين 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 شوف بقينا ازاي انا فين يا حبيبي وانت فين وانت فين انت فين والعمل ايه العمل ما تقولي اعمل ايه والامل ما انت الامل تحرمني منك ليه عيون كانت بتحسدني على حبي ودلوقتي بتبكي عليا من قلبي الله عليك. انت درست ولا بس هي الهندسة والغنى ده هواية؟ لا خلقت ربنا بس جميل الغنى حقيقي. المطرب الحلو اللي بيسمع حلو يعني في مطربين سماعهم مذاكرة مذاكرة الله يرحمها دي اللي بيسمعها عشان يذاكر تكنيكس. ست وردة ست أم كلثوم أنا مثلا من مهاويس أنغام وهذا النوع من الإحساس. جميل أحسنت الاختيار. أنا ملاحظ حاجة كمان وربما علا اتكلمت فيها في بداية السؤال، انت بتغني بطريقة مختلفة يعني نفس الأغنية بس أسلوبك لونك في واحد هي نفس الكلمات واللحن برضو بس أسلوبك أصلا أنا لو كنت نسخة من حد تاني طب ما نسمع الحد التاني أبرك يعني وللأسف يعني لو ليا أن أنا أقول ده أحيانا بتتعمل حفلات لمطرب بيغني لمطرب تاني بأسلوب المطرب الراحل مش ببصمة المطرب المعاصر. ليه ما انا اقدر اسمع عبد الوهاب وهو عبد الوهاب، مش محتاج ان انا اجيب حد يقلد عبد الوهاب حتى في النحنحة. علي، هو انت لحد دلوقتي بتعتبر نفسك يعني هاوي ولا محترف في الغنى؟ محب للغنى ومثابر عشان اكون محترف. لانه الهاوي فقط مش هياكل عيش والمحترف فقط مش هيعمله بمزاج، فانا بحب الشغلانه ووراها لغايه ما نوصل لحته افضل.